الحياة الجامعية هذه هي فرصة جميلة للتعرف على مجموعة من الأصدقاء، لأن المعارف اللي قاعد تعرفونها اليوم هي معارف راح تستمر معاكم بغض النظر عن توجهات الجميع. نفس ما قال خالد، فعلا احنا اليوم عندنا صداقات نعتز بها جدا مع اخوه ممكن كانوا ينتمون الى اقوام اخرى، مع اخوه كنا نختلف معاهم في وقت ما، ولكن ما زالت صداقاتنا مستمره الى يومنا هذا. انتم اليوم، وهذا اللي انا شفته من دخول الكليه، باعتقادي ان انتم محظوظين في هذا المبنى. احنا المباني اللي انا شفتها، نعم جامعة الشويخ كانت ممتازة بالنسبة مقارنة بكلية الإعدادية، ولكن اللي شفته هني شيء مختلف تماما. اتمنى لكم التوفيق، اتمنى لكم يعني اطيب الاماني منكم، تكونون فعلا لكم ذكريات جميلة في هذه المرحلة من العمر، لان هذه المرحلة صدقوني راح تكون من احلى المراحل في حياتكم الاكاديميه. موفقين ان شاء الله.